إذن للحديث مشاهدينا الكرام عن غارات التحالف الأمريكي على الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، فضلا عن ملف استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين طبعا في سوريا، معنا هاتفيا من الريحانية المحلل السياسي والعسكري السوري سيد أديب العليوي. مرحبا بك، ونسألك ماذا يعني تكرار غارات التحالف الدولي على مواقع الميليشيات الإيرانية والموالية لإيران في دير الزور شرقية سوريا؟ تحياتي لكم وتحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة ما نراه أن في كل يوم هناك غارات تقوم بها يعني قوات التحالف الدولية باتجاه الميليشيات الإيرانية المتواجدة، لكن ما هو جديد الحقيقة هو أن التحالف الدولي أصبح يعمل في بردود الأفعال، بمعنى آخر أن الميليشيات الإيرانية بدأت تقصف إن كان على القرية الخضراء وإن كان على يعني قاعدة عين الأسد وغيرها، ويقوم التحالف الدولي بالرد على 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 هذه الهجمات، بمعنى أن وكأنهم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تصور لنا بأن إيران أصبحت القطب الثاني في العالم. يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأول، فإذا أصبحت وكأن إيران هي أصبحت القطب الثاني في هذا العالم، يعني بمعنى أنها تحاول أن تضخم من التواجد الإيراني إن كان في المنطقة وإن كان حتى في داخل إيران، تحاول أن تصنع منها يعني ذئبا مفترسا في هذه المنطقة. أنا لا أدري أن التحالف الدولي يعجز عن قصة أظافر وأجنحة إيران إن كان في المنطقة وإن كان حتى في الداخل الإيراني. ماذا يريد التحالف الدولي؟ ماذا يريد برأيك؟ يعني كان يعمل في ردود سيد أديب، ماذا يريد؟ لماذا كما تفضلت يعني لا تبقى السياسة الأمريكية في إطار الفعل ورد الفعل؟ يعني أقصد لماذا لا تحسم قرارها وتنهي وجود ميليشيات إيران في شرقي سوريا تمثل خطرا لها؟ يعني الحقيقة هذا السؤال يعني الذي يعني لا أجد له تفسيرا، لا أنا ولا الكثير من المحللين. لماذا تحاول أن تسمن هذا الذئب وتحاول أن تضخمه بهذا الشكل الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع في المنطقة تحاول أن تكبر وتسمن هذا الذئب الهائج في هذه المنطقة، وهي التي أصلا هي التي قدمت له العراق على طبق من ذهب، وقدمت له حتى بيروت ودمشق واليمن أيضا. يعني هذا المشروع وكأنه مشروع تحت مظلة تحت أعين يعني الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مخطط ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية للمستقبل. ولا أدري ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية في وضع هذه المنطقة بهذا التأزيم الشديد والسماح للميليشيات الإيرانية بالتوسع والوصول حتى الحدود الإسرائيلية التي يعني طيب سيد العليوي، نعود يعني إلى منطقة دير الزور، ما الأهمية لهذه المنطقة ونعني بالنسبة لأمريكا طبعا؟ هل ستترك إيران وروسيا يتمددان في هذه المنطقة الحيوية استراتيجية المهمة، لا سيما مع قيام موسكو بمناورات مع نظام الأسد في شرقي سوريا؟ لا أعتقد أنها تريد أن يصلوا إلى حالة التمدد التي تتفضل بها، ولكن حقيقة هناك استنزاف لروسيا في المنطقة، هناك أيضا استنزاف لإيران في المنطقة، لكن هذا الاستنزاف ليس المقصود به إنهاك القوات الميليشيات الإيرانية، هي تحاول أن تضخم من هذا الذئب الموجود في المنطقة لعمل لمشروع تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لمستقبل هذه المنطقة. يعني بمعنى أنها سمحت لإيران بالتمدد في هذه المنطقة بنسبة معينة، وسمحت ايضا لروسيا بالدخول منذ 2015 الى سوريا، تحاول ان يعني تغرقها في الوحل السوري وتستنزفها في الاراضي السوريه. طيب عفوا استاذ اديب بعد المقاطعه، ونحن نشاهد هذه الصور المؤلمه، كيف تقرا تصريحات الامم المتحده بشان ملف الاسلحه الكيميائيه في سوريا وعدم التزام نظام الأسد حتى الآن يعني بتمام القرار في قرار مجلس الأمن بنزع هذه الأسلحة تماما؟ هل يمكن أن تشهد الأشهر الأولى تصعيدا أمميا جديا لمحاسبة نظام الأسد أنه مجرد يعني استهلاك إعلامي؟
يا سيدي الكريم، منذ نهاية 2013 يعني كان هناك الاتفاق يعني الأممي بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، ولكن المؤسف في الموضوع أن لم يكن هناك جدية كافية بنزع جميع الأسلحة الموجودة في مخازن النظام السوري، إن كان من أسلحة كيميائية وكان من أسلحة بيولوجية وجرثومية. هناك الكثير من الأسلحة موجودة في مخازن النظام السوري لم يتم تفتيشها حتى، ولم يتم الوصول إليها. بمعنى آخر، لم يكن هناك الجدية الكافية في اجتثاث كل الأسلحة الكيميائية الموجودة في المنطقة. هناك يعني الكثير لدى النظام لا يزال موجود، وهناك ما ساعدت إيران على تطويره في مراكز الأبحاث من جديد، وبالتالي الكثير من الأسلحة الكيميائية لا تزال موجودة لدى النظام. النقطة الأخرى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحقيقة أيضا هي لم تكن جادة بشكل أمثل. يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن كما أرى أصبحت جزء من هذا النظام العالمي، ودوره ينحصر في تنفيذ ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية، قطب العالم الوحيد في هذا الملف. المؤسف في الموضوع أن يعني هناك صمت، لكن بعد هذا الصمت كل فترة نلاحظ حسب الوضع السياسي السائد في المنطقة، نلاحظ أن الملف الكيميائي ظهر طفى إلى السطح من جديد. ولا يعني موقف حاسم، ماذا يعني أن هناك من عام 2013 حتى اليوم لم يكن هناك جدية كاملة في موضوع الملف النووي؟ إذن من الريحانية المحلل السياسي والعسكري السوري سيد أديب العلياوي، شكرا جزيلا لك.